مرحبا بكم متتبعي وأوفياء فقرة النهار أوتو على الصفحات الرسمية للنهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم سبت 28 أفريل رايحين ندوكم لجولة في سوق السيارات المستعملة بتيجي لابين ولاية بومرداس. اليوم حبينا نضربوا طلة على السيارات النفعية في سوق تيجي لابين. صيف موسم الفاكهة والدلاع راهو جاي، الهربين رهيب قيمتها في تيجي لابين وسعرها مازالو طالع. بدينا جولتنا في السوق اليوم بسيارة هاربين دي اف اسكا ترقيم 2015 ماشية 80,000 كيلومتر، فيها سبيغة في الجناح الأيمن ومولاها راهو طالب 91 مليون سنتيم. نبقاو دايما مع دي اف اس كا هاربين، هاد المرة من عام 2014، فيها دوبل كابين ماشية 89,000 كيلومتر، ما فيها سبيغة وعطاولو اليوم 89 مليون سنتيم ولكن راهو طالب 100 مليون. عندنا كذلك تويوتا هيلوكس 2015 ماشية 164,000 كيلومتر، ما فيها سبيغة، عطاولو 261 مليون سنتيم ولكن راه يقول مازالها بعيدة وطالب 290 مليون سنتيم. من تويوتا هيلوكس نروحوا لسيارة نيسان ام بي 300، لاني ديالها 2013 ماشية 178,000 كيلومتر، ما فيها سبيغة وعطاولو 218 مليون سنتيم وراهو طالب 250 مليون.
لعود ولود سيارة تويوتا هيليكس المطلوبة كثيرا من طرف الخضارين. راني ديالها 2012 ماشية 175 ألف كيلومتر، فيها سبيغارة كور صغير في الجناح والكابو، وسوموه ب 190 مليون سنتيم، وراه يقول البيع ديالها ب 220 مليون سنتيم. نختم برنامج نهار أوتو لنهار اليوم بمركبة هيونداي اش 100، راني ديالو 2015 ماشي 112 ألف كيلومتر، ما فيه سبيغة، وعطاولو 278 مليون. اليوم مشاهدينا حبينا نخصصوا فقرتنا للمهتمين بالسيارات النفعية، إن شاء الله نكونوا فدناكم. نخلوكم مع أراء بعض المواطنين ونضربوا لكم موعد الثلاثاء المقبل مع جديد سوق السيارات في الجزائر. سلام. السوق راه نورمال كيما يقول لك، هضرت الهضره هذه تاع راه يطيح السوق وكذا ما كاش منها. ماتيريال تاع خدمه ما يريبش يا اخو، كاينه حاجه اخو سيمبول باينه، سيمبول ما يهضروا باللي خليها تصدي وباينه، سيمبول باينه هذيك، خلينا هذه بلا ما نهضر اخو. كاينه حاجه، روح لا ميزون، روح انا دوكا غير كيما هربين يرحم باباك، هربين ديافام هدايا دوك سيومتو قال لي طولي 116 في لا ميزون، راهم يقولوا راهو يقولوا 138 مليون، ما فهمناش درك احنا كيفاش هذا دوك منا تساومو ب 116 ومن بعد تروح لا ميزون يقول لك 138 مليون وما كاش، ما كاش كاع تما، تروح يقول لك 6 شهور حاجه واحده اخرى. واش نقول لك يا احنا الناس تحت تعرف غير تهضر برك، او هابط شويه ماشي بزاف، ساوموني عطوني 162 مازال دراني شاري اكثر 73 وخلص 173، يعني خاسر نورمال ب 70 نبيع عندي 6 شهور سوا السوق صاب. على كل حال ماهوش هابط وماهوش طالع نورمال، طوموبيلات صغار هبطوا شويه، ما كان خدمه نورمال، تاع الخدمه نورمال، الشغل مازال شادي في السوق شويه، مازال الماتريال مازال مليح شاد روحو، مام الماتريال يزيد دروك يزيد يطلع بزاف لخش على سنا جات مليحه الارض نتاعنا الفلاحه هكذا، مازال تاع هذو الفلاحين دوكا يسحقوا الماتريال بزاف هكذا، ومازال دوكا اللي عنده ماتريال لازم يحافظ عليه ما يبيعوش، باسكو على كاين الفلاحه دوكا بلادنا راها مليحه. وبارك الله فيكم، السلام عليكم.